نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. لكل الناس اللي حريصين دائما على متابعتنا كل يوم عبر برنامج رمضان كذا، نرسل لكم أجمل التحايا في كل سلوك نحاول أن نحن نبدع فيه، وهذا السلوك نحب أن نحن نبدأ فيه برمضان عشان يكون عندنا عادة، وبعد رمضان لما نكتسب هذه العادة يكون عندنا حب مش طبيعي لهذا السلوك. ليش؟ لسببين، السبب الأول عشان أكره هذا السلوك، والسبب الثاني عشان هذا السلوك يذكرنا بشهر رمضان المبارك. عشان كذا حبينا اليوم نتكلم معاكم عن سلوك الرحمة، لمن وكيف ومتى وليش، بنعرف كل هذه التفاصيل أكيد بحلقة اليوم. سؤال بديهي، الرحمة صفة ولا سلوك؟ إيش ممكن يكون؟ الرحمة صفة طول ما أنت تتكلم فيها، وسلوك طول ما أنت تعمل فيه. والمعنى الحقيقي للرحمة يتفرع إلى معاني كثيرة، تقدر تقول رقة، تقدر تقول عطف، تقدر تقول تعاطف، تقدر تقول مسميات ومعاني كثيرة جدا. وفي كثير فرق ما بين رحمة الله سبحانه وتعالى وما بين الرحمة إن تكون سلوك وصفة عند شخص معين. وأكيد كل يوم في حياتنا اليومية وإحنا نصلي وإحنا نقرأ القرآن نتذكر إنه كل سور القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. طب ليش الرحمن الرحيم؟ ليش الثنتين مقرونين مع بعض؟ ليش ما قالش الرحمن العظيم الغفار القهار شديد العقاب؟ ليش الله سبحانه وتعالى ما جابش صفة ثانية شديدة كشدة الله سبحانه وتعالى وقرنه بالرحمن؟ عشان الرحمة هي أساس لكل حاجة، وهذا اللي اتفق عليه كثير من العلماء، إنه طول ما أنت تتعامل مع الناس بالرحمة يبقى هي أساس لكل صفاتك في الحياة العامة. طيب لو نجي لشق آخر من نفس الموضوع، لما نقول الرحمن الرحيم، اتقدمت كلمة الرحمن عن كلمة الرحيم ليش؟ لأنه الرحمن هو الله بس، هذه صفة في الله عز وجل بس. لكن الرحيم ممكن أنه تطلق هذه الصفة على أشخاص، فلان إنسان رحيم، فلانة إنسانة رحيمة بتعاملاته مع الناس، بسلوكه مع الناس، بأدبه مع الناس. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال الرحمن اللي هو أنا، والرحيم برضو اللي هو أنا، وممكن تكون أنت كمان رحيم يا ابن آدم. أما الشق الثاني وهو المهم لكثير مننا في حلقة اليوم، إنه كيف نكون إحنا البشر رحماء في تعاملاتنا مع الآخرين، أو بالأصح فين المفروض تكون هذه الرحمة وكيف المفروض إنه تكون هذه الرحمة؟ سؤال منطقي والإجابة عليه بكلمتين، روحوا دار العجزة واسألوا الأطباء اللي موجودين هناك أو المشرفين اللي موجودين هناك، هذه الأم أو هذا الأب كم لهم في دار العجزة؟ من اللي جابهم؟ ليش جابوهم؟ وكل كم يسألوا عليهم؟ بتعرفوا فين المفروض الرحمة تكون.
روحوا دار الأيتام واسألوا الأيتام نفسهم عن معاملات الأستاذ فلان أو المشرف فلان أو المشرفة فلان، واسمعوا بتعرفوا فين المفروض الرحمة تكون. ادخلوا عند مستشفيات أو مراكز تدريب المعاقين واسألوا أولياء أمورهم، خصوصاً الأطفال اللي عندهم قصور ذهني. اسألوا أولياء أمورهم كيف تعاملات المدرسات، كيف تعاملات المشرفين، بتعرفوا فين واجب تكون الرحمة. في يوم من الأيام كان في شاب، الشاب هذا أمه مرضت ودخلت المستشفى. بعد ما دخلت المستشفى بأيام انتقلت على طول إلى العناية المركزة. دخلت الأم في غيبوبة وجلست فيها فترة طويلة، والابن رايح جاي رايح جاي يزور أمه. في يوم من الأيام نادى الدكتور على هذا الابن وقال له شوف أنا ما أقدرش أخبي عليك أكثر من كده، والدتك في حالة خطيرة وممكن إنه في يوم من الأيام الله يتولاها برحمته. زعل الولد وراح البيت بكى 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 بكى، وجلس يدعي الله يدعي الله. وفي يوم من الأيام والولد رايح إلى المستشفى يزور أمه، عدى على محطة بترول وقال بيعبي للسيارة بترول. وفي لحظة ما هو مستني الرجال يجي يحط البترول ويعبي له السيارة، شاف على بعد أمتار من المحطة اللي هو فيها مجموعة بسس أو قطط مغطاة بكرتون، قطعة كرتون خفيفة. جلس يتساءل بينه وبين نفسه يا ترى هذون القطط وهم صغار وما يقدروش يروحوا ولا يجوا، من اللي يأكلهم وأمهم مش موجودة معاهم؟ حمل نفسه ونزل من السيارة وراح للبقالة يشتري علبة تونة، ورجع فتح علبة التونة وقدمها للقطط وراح. وفي ظل ما هو رايح للمستشفى دخل على غرفة أمه، لقى الغرفة فاضية. راح زي المجنون لغرفة رئيس الممرضين، يا دكتور فين أمي، يا دكتور لو سمحت يا دكتور. قال له اهدى أمك الحمد لله تعافت وبخير ونقلناها غرفة خاصة. طار الابن من الفرحة وما عرفش يمسك نفسه. لما فاقت أمه ودخل عندها وسلم عليها وبوسها وحضنها وتحمد لها بالسلامة، قالت له يا ابني حصل معي شيء غريب. قال له خير؟ قالت له في ظل ما أني في غيبوبة شفت مجموعة قطط رافعة يدي للسماء وتدعي الله إنه يشفيني. شايفين الرحمة إيش تعمل؟ إحنا لما نشوف قطط في الشارع إيش نعمل؟ بالحجار إذا ما كانش ضباط. صلي على النبي. مالك بتضحك لك الكلاب بنت معم؟ مالك مالك يبس لك عيصدق بشون بني آدم غير دمام وكلاب ولاهن دمام دمام بيحسن وكلاب بيحسن مثل ما عندي بتحس. جالي وزير حقوق الدمام والكلاب. ما أناش وزير ولا شيء، أنا إنسان عادي مثلك مثلي مثلك. قرب أنا أقول لك يا بني آدم بنفسك بتضحك الكلاب وبتضحك الدمام، خليني أكل أنا القمة أكل هاي. أصلا أنا بنتسلى، أنا بتسلى بينه نلعب. الله أكبر، كل حجر وحجر ساعتي تقول بتلعب معاهن؟ كل حجر وحجر ساعتي هو أصلاً أنا والله غير بلعب أنا وياه، ما شاذين ولا شيء والله.
انت اني مره دخلت النار بسبب دمي. خلاص خلاص انا صدق ما عاد اذيهنش وان شاء الله ان شاء الله ما عاد اذيهنش ولا دمه امانه دمه. صحيح في ناس يفتقعوا من القطط وسمهم وموتهم القطط بس ما ناذيهمش. كلنا اكيد عارفين قصه الامراه اللي دخلت النار في هره عشان حبستها وخلتها ما تاكلش من خياشيم الارض وعملت وتركت. هره قطه بسه دخلت حرم النار، وبالمقابل امراه عاهره دخلت الجنه بسبب كلب. ايش عملت وهي ماشيه في الطريق؟ شافت حنفيه ماء شربت منها، وبالمقابل مر كلب مش قادر يوصل لهذه الحنفية أو مش قادر يشرب من هذا الماء، خلعت نعلها أي حذاءها وعبت الحذاء هذا ماء وجابته للكلب يشرب. سبحان الله، حيوانات تدخل ناس جنة وتدخل ناس نار، ما بالك ابن آدم اللي هو معزز ومكرم عند الله بالعقل وبالإحساس وبالمشاعر. كيف يا ترى ممكن يكون أجرك عند الله لما ترحم بني آدم؟ مشاهدين الكرام، إن شاء الله كل أيامكم تكون رحمة ومغفرة وعتق من النيران، ونستغل ما تبقى من شهر رمضان بأكبر قدر ممكن من الاستغلال. حياتنا إن شاء الله تكون مليئة بالسلوكيات اللي حاولنا إن احنا نلخصه داخل هذا الرفيق اللي موجود معنا إلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك. لنا لقاء آخر معاكم بإذن الله بكرة على نفس الموعد، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود رمضان.